رجعنا لكم بعد الفاصل. حلقة البيتزا ليجوريا والكاليزوني لسه مستمرة. عملنا في الأول بيتزا بالفراخ وبيستو الكزبرة، ودلوقتي بنكمل البيستو بتاع الفلفل مع عين الجمل. وممكن البيستو تلعبوا زي ما انتوا عايزين، في بيستو بالطماطم المجففة، في بيستو زي ما كنت ناوية النهاردة أعمل بس للأسف الوقت ما سعفنيش بالطماطم المشوية. عموما هنزل لكم كل الحاجات دي وأفكار تانية كتير على صفحتي إن شاء الله، مش هنستنى بس الحلقة بس، مهم بس التفاصيل توصل. هاخد بقى شوية جبنة بارميزان على البيستو بالشكل ده، هدخل شوية جرجير أوراق جرجير. البيتزا دي بتمشي حلوة قوي مع اوراق الجرجير، يعني بحط شوية الاول يدخل للفرن والباقي بدخله او بحطه بعد الفرن. وهحتاج كمان بيضة، هحط البيضة دي هنا بس هوزعها شوية على اساس ما تبقاش يعني متمركزة في حتة واحدة. ممكن ازود كمان شوية موزاريلا مبشورة، اهو يعني انا الجرجيرتين دول او التلات جرجيرات حطيتهم كانهم بيحددوا لي البيضه ما تخرجش عن البيتزا، ده الهدف منه. تمام، هروح واخده كمان شويه فلفل اسود. هي دي حلاوه البيتزا الايطالي، ان هي بتاخد كل حاجه ما تقولش لا. تمام كده، ممكن ادي رشه اخيره من زيت الزيتون عشان بس العجينة بتاعتي تتحمر حلو، وحركنها هنا على جنب على ما احط جنبها واحدة تانية. بس هتشوفوا الكاليزوني بتبقى عاملة ازاي، هخليها هنا وابتدي ممكن كمان نضيف لها شوية عين جمل، شوية اللي سبناهم دول على اساس تبقى متقرمشة زي ما في مطحون يبقى فيه كرانشي كده، الواحد يعرف ان هو بياكل بيستو بعين الجمل. وشفتوا يعني 6-7 حبات، يعني ما نعملش قصة ونقول اصل عين الجمل غالي اصل كذا غالي، انا هو بعدت عن الصنوبر. خلينا في الحاجات دي، ممكن تدخلوا كازو، ممكن تدخلوا سوداني، يعني ما هيش قصة. طيب هجيب باقي العجينة وهبتدي اعجنها تاني زي ما قلت او زي ما عملت في الاولانيين. دلوقتي هنعمل نوع اخير في الأسبوع ده، وبصراحة كان نفسي يبقى الأسبوع أطول من كده عشان نعمل أكتر وأكتر، بس أنا شايفة إنه الأسبوع ده بصراحة يعني مش عايزة أقول لكم الخناقات اللي قامت مع المخرج، لأنه بعمل له 4 وصفات 3 وصفات في الحلقة، فكتير قوي عليه، بس حاولت على قد ما أقدر أعمل لكم أكبر عدد ممكن من الوصفات. طيب هاخد بقى العجينة دي أهو بعد ما خرجت منها زيت الزيتون الزيادة في الدقيق. الدقيق في البيتزا بيساعد اهو دايما على شكل علامة زائد، ما نبقاش ماشيين في كذا اتجاه. تمام، بعد كده نحدد الاطراف كأننا هنعمل بيتزا عادية، وحتى لو كاليزوني، كاليزوني اللي هي مقفولة زي السمبوسة الكبيرة دي. الناحية التانية كده اهو، وبعدين بنثبت بايد ونحرك بالتانية كأننا بندور مع عقارب الساعة، ده بيخلي البيتزا مرنة معانا اكتر. حاولوا تدوا دقيق عشان لو لزقت هتتخرم، وانا مش عايزاها تتخرم. وحتى لو اتخرمت البيتزا لا قدر الله، دايما بناخد من الاطراف اللي خليناها تخينه ونقفل كده، ما تعيدوش تاني من الاول، يعني عادي جدا. تمام، طيب بعد ما عملنا البيتزا بالشكل ده هنعمل ايه؟ هنروح جايبين الحشوه، انا هحشيها دلوقتي. انا هحضر حشوة عادية جدا بالتونة، وحلمي فيها الحاجات اللي كانت في المطبخ واللي كنت ناوي اعملها بيها كذا حاجة. عندي هنا صلصة البيتزا اول حاجة، هنشتغل بس في الحتة دي عشان هنقفلها. اوكي،
اهو. فوالا، هروح جايبه التونه والثوم، شرايح ثوم، هجيب شويه طماطم مشويه من اللي كنت ناويه اعمل بيهم البيستو، هجيب الزيتون وهجيب الموزاريلا. يعني ببساطه نقلت الكورنر ده لهنا. هاخد الاول الثوم هحطه عشان التونه شويه بتبقى زفره، فبنزود الثوم، شرايح من الثوم بالشكل ده، شويه من التونه بالشكل ده اهو. الله على جمالها. تمام، هحط كمان شويه من الطماطم المشويه دي تمام كده. اللي ممكن اضيفه، اللي هضيفه هو شويه فلفل اسود، لانه زي ما شفتوا التونه شويه بتبقى زفره، فلازم ازود مثلا اوريجانو، ثوم، فلفل اسود كده يعني. هحط كمان شويه زيت او زيتون اسود. تمام كده، شويه جبنه بارميزان. يلا كفايه عليها كده، نسمي الله ونبتدي نقفل. هبتدي بقى لما بتريح العجينه بشد شويه الجناب دول كده، وهجيب بالراحه واقفلها الاول بصوابعي عشان العجينه تفرش معايا، لانها العشرين ثانيه اللي حشيت فيهم دول او الدقيقه او وات ايفر كافيين ان هم يريحوا العجينه. هاخدها وابتدي بقى اقفل زي السمبوسه اهو اهو كده كده كده. تفتكروا خلصت على كده؟ لا ابدا. نحطها هنا. نجيب ايه بقى؟ هنجيب شويه الصلصه اللي سبناهم، ما هي الكاليزوني كده، دي حلاوتها. نحط بقى هنا تمام، والصلصه بتاعتي فيها الاوريجانو، حلوه قوي. هاخد بقى شويه بارميزان وشويه موزاريلا. اوكي، شويه موزاريلا عشان تساعدها تتحمر. تمام كده، اللي فاضل الريحان. كده يعني اظن منتهى الدلع الاسبوع ده في البيتزا. هنروح جايبين الفلفل الاسود رشه اخيره كده، واخيرا وليس اخرا عامل التحمير اللي بيدي البيتزا اللون الحلو، بيديها الطعم الحلو وكل حاجه، اللي هو زيت الزيتون كده يعني، زخت رفيعه صغيره سريعا. فوالا، البيتزا بتاعتنا حلوه جدا. عملنا النهارده ثلاث انواع احلى من بعض، عملنا واحده بالفراخ والمشروم وبيستو الكزبره والثوم، عملنا الثانيه اللي بالبيستو بتاع الفلفل المشوي وعين الجمل، وحطينا عليها جرجير وبيض، وقلنا لما تخرج من الفرن بيحط عليها جرجير في النص كده بتبقى زي الملك، وعملنا كمان الكاليزوني. اسبوع البيتزا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا من كل حاجه. ما تنسوش ان على مدار الحلقات الاربعه عملنا اهم حاجه العجينه والصلصه، اتكلمنا عن اسباب نجاحهم وازاي يتعملوا وازاي نعوض ده بده، عملنا كمان ازاي نشكل البيتزا كذا مرة عدناها في الحلقات عشان تبقى تحت ايدك سهلة جدا، عملنا كمان انواع كتيرة من الحشوات، عملنا البيتزا الكلاسيكية يعني، عملنا الكواترو فروماجي، الكواترو ساجيوني والفصول الاربعة، عملنا كمان البيتزا بيانكو، عملنا بيتزا بالبشاميل، عملنا الفروتي دي ماري او اللي هي بالفواكه البحر، عملنا الليجوريا اللي هي بال
صلصات البيستو اللي قلنا يعني مناطق تانية في أوروبا أو في إيطاليا بيعملوها. عملنا الكاليزوني وآخر حاجة كانت للمارغريتا والرومانا. يا رب أشوفكم على خير الأسبوع الجاي في موضوع جديد أكيد، بس يا ترى هو إيه؟ ده اللي هنكتشفه مع بعض. باي باي.